السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا عبد وجد يوتيوب لاحوال الطقس متابعينا نوافيكم بهذه النشرية الجوية تحذيرية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية ستميز المناطق الجزائرية نهار اليوم الجمعة إلى غاية صبيحة يوم الغد السبت إذن المناطق الولايات المعنية بالرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى ما يقارب ثمانية إلى 90 في الساعة نهار اليوم ولاية تندوف ولاية بشار بالإضافة إلى ولاية أدرار ولاية غردايا بالإضافة إلى وادي سوف شمال ولاية ورقلة ولاية بسكرة ولاية تبسة ولاية خنشلة و باتنا ايضا لمسيله الجلفه الاغواط البيض والنعامه ولايه السعيده وسيدي بالعباس ايضا ولايه لمسان ولايه ايضا تيارت ستصل ايضا رياح قويه جدا نذكر متابعنا كرام في الفتره المسائيه اليوم الجمعه الرياح قد تنتقل للمناطق الغربيه الداخليه ونذكر منها ولايه لمسان ولايه ماسكر وغريزان ولايه سمسيله لمديه عين الدفله ايضا ولايه سطيف وبرج بوريس ستعنيها الرياح القويه ايضا ولايه البليده وايضا لبويره اذا كل الحيطه الحذر لأن الرؤية قد تكون رديئة نتيجة الرياح القوية ونذكر متابعينا كان في الفترة الليلية لصباح السبت الرياح ستهب على السواحل الغربية والوسطى إذا إذن سنوفيكم بالجديد في قادم الساعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.